أنا أفتح فمي وأتكلم وأقول السلام لك يا مريم وامدح هذا المكرم بابونا القموي ملا منذ حداثته للإنف ربي رب فسكن في مغارته أنبابولا الطموي في جبال أنصنا العظيم عشا هذا الكريم وجحد الشيطان الليل بابولا الطموي أقام معه هناك تلميذه العظيم أم بحس قيام الملك أم بابولا طموي هذا الذي شاهد له وحدثنا عن فضائله وكتاب لنسيرته أم بابولا الطموي أن من فرط محبته لإله وخالقه أضنى بالزهد جسده أم بابولا الطموي بتقاشف مع أصوات مستمر بطول الأيام ففقط طبع الأنام بابولا الطموي واستحق المديح من فم السيد المسيح فظهر له بصحيح بابولا الطموي وطوبه بفم الطاهر على سلوكه السائر مسلك المجاهد الباهر بابولا الطموي ضد الجسد والشيطان وتغلب علي يا إخوان بنعمة الرب الديان بابولا الطموي فقال له هذا الملك كل هذا بعنايتك يا خالق وفادي جبلتك أم بابولا طموي بموتك عنا نحن الخطاة غير المستحقين العصاة فعزاه الرب وقواه
لما مضى أبونا القديس أنبت شوي النبيس إلى جبل سينا الرئيس بابول الطموي اجتمع معه هناك واخبره عن الملاك سيوضع جسده مع جسدك بابول الطموي وتم هذا يا حبا لما تنيح على الراية وضعوا جسده بسناء بابول الطموي مع جسد أنباب شوي وضعوه وأرادوا ينقلوا جسد الأنباب شوي حبيبه أنبابول الطموي إلى البرية القديس مكاريوس النفيس حملوا في مركب رئيس أنبابول الطموي وجسد الأنبابول تركوه فلم تبرح المركب مكانه فاحضروا إليها جسد أنبابول الطموي في جبال شهيق وضعوه في الدنيا أكرمه بجوار جسد حبيبه أنبابول الطموي منه ظهرت معجزات طهرنا عيال تعطي للمؤمن ثبات أنبابول الطموي صلوات تكون معنا شفاعة تسندنا من الخطر تمنعنا أنبابول الطموي تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقول